Sliman, pode ir para o gol, Sliman, atira, gol! Sporting! السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة هلال من الجزائر. الفيديو تاع اليوم باش نتكلموا على اللاعب الجزائري إسلام سليماني. هذا اللاعب كبر في الجزائر، ابن الجزائر، لاعب محلي بامتياز ومنتوج جزائري 100%. إسلام سليماني حبيت نتكلم عليه لأنه ابن حي شعبي، يقدر يكون مثل العديد من الشباب ومن الشبان حاليا اللي عندهم حلم في حياتهم باش يصيروا لاعبين في المنتخب الوطني أو لاعبين يحترفوا في أوروبا أو يكون حتى إنسان ناجح في حياته، لأنه إسلام سليماني إنسان مزج ما بين الخبرة، المهارة، العزيمة، الإرادة. الإنسان اللي ما تقدرش تفشله، أكثر إنسان اعتبره في مسيرته انتقدوه، سبوه، شتموه، حاولوا أنهم يحطموه، ولكن الحمد لله وما شاء الله عليه كان دائما مستمر في وتيرة تصاعدية حتى وصل له وحقق حلمه من الجزائر إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا، وصار حاليا الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري وحاصل على العديد من الألقاب وأبرزها هو كأس إفريقيا. إسلام سليماني بدأ مسيرته الرياضية في حي تاعو اللي يسكن فيه اللي هو عين بريان، وبدأ يلعب مع الفريق تاع الحي تاعو مثل كل الشباب اللي يبداو يلعبوا في الحي تاعو كرة قدم مع الأصدقاء ومع أبناء الحي. تعلم في أبجديات كرة القدم ومن ثم انتقل إلى نادي هاوي، وكان هو نادي شبيبة أشرقة اللي بدأ إسلام سليماني يحط فيه اسمه، وبدأ اسمه يوصل وناس تتكلم عليه باللي لاعب مهاجم ومن طراز كبير، وكاين ناس كانت تنتقده وناس كانت تثق به، ولكن رغم ذلك انتقل بعدها إلى أحد من أعرق الأندية الجزائرية وأكبر أندية الجزائرية أيضا، وهو نادي شباب بلوزداد، وصار إسلام سليماني لاعب أساسي وقطعة أساسية في شباب بلوزداد. مع الوقت تحول إسلام سليماني إلى معشوق شباب بلوزداد وجماهير شباب بلوزداد، كلهم يحبوه ويعشقوه لأنه لاعب أولا محترم، لاعب محترف، لاعب إنسان متربي ولد فاميليا بأتم معنى الكلمة، ويقدم كل ما لديه في أرضية الميدان، دائما يحاول يسجل أهداف، يحاول أنه فريقه يربح. إنسان عنده العزيمة، الجريتا، القوة، الحرارة تشوفها في الميدان. إنسان كما نقول إحنا بالدرجة يحرف أرضية الميدان ويشمخ تريكو بأتم معنى الكلمة. بعد هذا التألق لإسلام سليماني مع شباب بلوزداد وتسجيل العديد من الأهداف وكان الهداف تاع البطولة الجزائرية، خلى إسلام سليماني أنه باش يتنقل إلى أوروبا من بوابة نادي عريق وكبير جدا، وهو نادي سبورتينغ لشبونة في البرتغال، اللي لعب فيه كريستيانو رونالدو ولعب فيه ناني ولعب فيه لويس فيغو ما أدراك. أنا جيت لسبورتينغ إن شاء الله باش نفرض نفسي إن شاء الله في سبورتينغ. في أول موسم لإسلام سليماني مع سبورتينغ لشبونة في 2013، إسلام سليماني سجل العديد من الأهداف وتألق تألق كبير كأول موسم ليه، كان قدم موسم متميز جدا اللي خلى الجمهور الجزائري يصوت عليه من أجل الفوز بالكرة الذهبية الجزائرية كأفضل لاعب جزائري محترف ومحلي أيضا، اللي فاز بها إسلام سليماني في عام 2013. سليماني، إسلام سليماني، لو بالون دور 2013. رغم أنه سليماني تألق مع سبورتينغ لشبونة وتحصل على الكرة الذهبية بالتصويت الجمهور الجزائري كأفضل لاعب جزائري، إلا وأن الانتقادات من الصحافة الجزائرية، من المنتقدين الجزائريين، من الجمهور الجزائري اللي كان ينتقد سليماني بطريقة غريبة جدا، كأنه هذا اللاعب مستهدف بطرف أشخاص منهم
الله أعلم. المهم إسلام سليماني ما سلمش وكان دائما مثابر في العمل تاعه، وفي عام 2014 كان الهداف في البطولة البرتغالية، وتحصل في 2014 مع سبورتينغ لشبونة على الكأس والدوري أيضا. وايضا ما ننساش واحد من ابرز الاهداف واغلام لاسلام سليماني هو مع المنتخب الجزائري في عام 2014 في كاس العالم في البرازيل ضد المنتخب الروسي، اللي سجل اسلام سليماني هدف جميل جدا وهدف التعادل اللي به تاهل منتخب الجزائري للدور الثاني في كاس العالم. بفضل من؟ بفضل اسلام سليماني. وكره في القائم الثاني، وبعد هذا التألق لإسلام سليماني في البرازيل كل الصحافة العالمية والعربية صارت تتكلم عليه، وجاته إغراءات كبيرة من أندية خليجية سعودية قطرية بسبب المال أنه يلعب معهم، ولكن إسلام سليماني رفض كل هذه الأندية وقال لهم أنا مستمر في أوروبا، وانتقل لعب مع محرز ومع فاردي في ليستر سيتي. بعدها انتقل إسلام سليماني إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي ولعب معهم 4 مباراة كإعارة، ومن نيوكاسل انتقل إلى نادي فنربخشة التركي ولعب معهم 15 مباراة وسجل معهم هدف واحد فقط، ومن ثم انتقل أيضا كإعارة إلى نادي موناكو الفرنسي ولعب معهم 18 مباراة وسجل 9 أهداف. كان تألق كبير لإسلام سليماني مع موناكو. في عام 2021 انتقل إسلام سليماني إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لعب معهم حاليا 21 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. وحاليا إسلام سليماني ما زال مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي. نتمنى له كل توفيق في مشواره الرياضي إن شاء الله، مزيد من التألق مزيد من العطاء ما شاء الله ليه. لاعب عمره 33 سنة يقدم كل العطاء، تشوفه كأنه شاب ما شاء الله ليه، يجري يسجل بالرأس بالرجل باليسرى باليمنى، يراوغ يمد التمريرات، لاعب صراحة ما شاء الله ليه. أنا جد محب لهذا اللاعب، وصراحة إنسان يعجبني بزاف لأني نشوفه ديما يتقاتل، لاعب قتالي ما شاء الله ليه. رغم قلت لكم في مسيرته الرياضية حاولوا يحطموه حاولوا يدمروه، ولكن كان ديما في وتيرة تصاعدية ديما من نجاح إلى آخر. ربي يوفقه وربي يحفظه من العين إن شاء الله. تحية لك أخويا إسلام سليماني، ربي يوفقك في مسيرتك الرياضية. وما ننساش أهم شيء أنه إسلام سليماني حاليا الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري ب 37 هدف كأفضل مهاجم في تاريخ الجزائر. صراحة فرحت له بزاف بهذا الإنجاز، نتمنى له كل التوفيق وكل الحب وكل العطاء ليه. أنا درت هذا الفيديو خصيصا ليه باش نهديه إلى إسلام سليماني، لأنه ولد بلادي ويستحق مني هذا أقل شيء نقدر نقدمه ليه، لأنه فرحنا بزاف وكل هدف نفرحوا به سواء من إسلام سليماني أو من أي لاعب آخر، ولكن صراحة أنا كيسجل إسلام سليماني نفرح أكثر زايدة فرحة. تحية لكم كبيرة، نحبكم بزاف، وما كان غير الحب. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو ماكسيموم، وما تنساوش في الكومنتات تكتبوا لنا شخصية أو لاعب أو إنسان آخر تحبوا نديروا عليه فيديو إن شاء الله. مرحبا بكم، تعليقاتكم آرائكم انتقاداتكم الدار داركم، وما كان غير الحب. السلام عليكم.